سيدي الرئيس، بترجاك أرجوك، صار الوضع لا يطاق. أثار ظهور الممثل وضاح حلوم بهذه الحالة جدلا حول الدور المفترض للمثقف والفنان السوري بتوعية الشارع بدل خروجه بهذه الهيئة لاستجداء المسؤول عن نهب وسلب وإفقار السوريين، لا سيما أن ذات الممثل يؤكد في كلامه أن بشار وحيتانه وراء ما يحدث لهم من إذلال وسرقات وتجويع. عدم المواصلات، عدم الأكل والشرب، الكهرباء معدومة من زمان. بترجاك وانت بتعرف بكل شي عم يصير، بترجاك الحلول عندك، بترجاك. مشان هيك لازم نوحد كلمتنا ونوحد صوتنا ونقول: أيعقل أن وضاح اللوم بعنفوانه وعزيمته هنا هو ذاته في هذا المقطع؟ بترجاك كون المنقذ، أرجوك سيدي الرئيس في إيدك. وهل يعقل أن يصل الأمر بالسوريين أو كما هذه المسنة في اللاذقية لاستجداء حذاء ناهبهم وسارقهم؟ سيد الرئيس بشار الأسد، أنا بوز جرياتك، بوز زياتك، بوز برمايتك. بترجاك يا جرادين، ملايين الجرادين يعيشوا بي بهذا الرجال. الصرف الصحي مساحته 185 ألف كيلومتر. أم إن الأمر كما اختصره بشار برهوم قبل أيام بحال الجبن وانعدام الكرامة التي يسعى بشار وعصابته لتكريسها في قلوب السوريين؟ الكارثة لم تعد متعلقة بانقطاع المحروقات وبيعها بأسعار خيالية، أو حتى بانقطاع الغاز أو الكهرباء ل24 ساعة، أو بانهيار الليرة لقاع جديد يقارب 5800، أو بانعدام القدرة لشراء أبسط الحاجات الأساسية، وإنما في استجداء المسؤول عن جميع ما سبق. ولتبسيط المشهد يخرج أحد حيتان وأقارب بشار ليرد على تلك المناشدات، وهنا يدعو وسيم أسد للصمود في مواجهة انقطاع المحروقات والكهرباء والغاز، طالبا منهم أن يكونوا يدا واحدة لمحاربة الفساد. ولأن المشكلة تتعلق اليوم بانقطاع المحروقات وتكدس البشر أملا بإيجاد وسيلة لنقلهم، لا ضير من أن يخرج هذا الحوت بأحدث سياراته الممتلئة بمحروقات السوريين المنهوبة لاستعراض قوة تسارعها. ولا ضير لمن يدعو السوريين للصمود على التجويع وانقطاع الكهرباء أن يستعرض بعض حفلات آل أسد في الظلمة وعتمتها، أو كما في هذه الصورة لاختصار حال وسيم أسد أبو وديع وبقية حيتان بشار وواقع الشعب السوري الذي سيغرق إلى قيعان أعمق ما دام في حاله التي وصفها برهوم بأدق تفاصيلها. يا جرادين في إيدك، يا جرادين، يا جرادين، جمهورية الجرادين، ما حدا بيسترجي يقول الحقيقة. بتحداكم لأنكم جرادين عايشين على الفتات وعايشين على القذارة.